دلوقتي بنعلم علياء على ازاي تعدي بين المخاريط زجزاج، وكل مرة هتزود السرعة. اهم حاجة دلوقتي حركة راسها، لما تخبطش في اي كون من دول، وان راسها وكتافها تمام، راسها وكتافها يقعدوا يتحركوا كده. اخر كون هتطلع بره خالص، وهتيجي بوشها. في حد جاي، فهي وقفت لأنه ده بيلف حواليها. يغلس ماشي، دربكها يعني طلع. ما كناش متفقين على كده. دلوقتي هتيجي بوشها، كويس انها وقفت خالص، وقفت لان في حد داخل في المرحلة، في المنطقة اللي هي بتتمرن فيها. الجنب اليمين هو الصعب، لأن اليمين ما انت شايف حاجة من اليمين. الجنب الشمال انت قاعد جنب الشباك، فالشمال بيشاف، اليمين بيعتبر بلايند. بلايند يعني منطقة عامية. بس هي دلوقتي خدت على الايه؟ على الوضع. تمام، تمام. دي ناشفة شوية، اعدل الدركسيون يعني ترجع بخط مستقيم، اعدل الدركسيون ماشي، ارجع في خط مستقيم، ترجع عند اللمبة اللي هناك بالراحة، كل حاجة بالراحة. بالراحة هيك، ما تخبطش في العمود. تمام، تمام. ستوب 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 ستوب. You are going to hit. Change direction.
يا ريت تقعدي شوية يعني. You are going to hit the cabin. لا لا افتح اللي قدامي يعني. افتح اللي أمامي. أنت بتفتح اللي وراني. أنت بتفتح اللي وراني. افتح اللي قدامي. أنت هتخبطي في الكابن. احنا عايزينك تروح عند هناك. عايزينك تروح هناك خالص. اه بضهرك اه. فاديني بقى الدركشن عليا. هاتيه عليا. كمان. كمان بس ماشي. ما تخبطيش في البتاع اللي شايفاها ولا لا؟ بصي المراية التانية شايفاها. شايفاها؟ شايفاها؟ مش عايزينك تخبطي في دي. عايزينك يلا هتطلعي كده. راح اوعى تخبطي فيها. صح كده ماشي. ماشي كمان. اعدلي بقى الدركسيون. اعدلي الدركسيون بقى. اعدلي الدركسيون. راح كده. وخدي خط مستقيم ورا بقى. اعدلي الدركسيون. اعدلي الدركسيون. خدي خط مستقيم. اعدلي الناحية التانية بقى. احنا عايزين نروح عند العمود ده. اعدلي بقى الدركسيون. لف الدركسيون. لف الناحية دي. لا تانية تانية. بالظبط كده. روح على العمود. اعدلي الدركسيون بقى. اعدلي الدركسيون. اعدلي الدركسيون. خط مستقيم بقى. خط مستقيم. ماشي. لازم تقف عشان تعدل الدركسيون. الرجوع لورا صعب. فرامل. فرامل. اوعى تخبطي في العمود. ارجع لحد الرصيف يا علياء. براحة 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 براحة. ارجع 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 كمان. نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة. هذا الكون الأولاني. وهذا الكون الثاني. وهذا الكون الثالث. وهذا الرابع. وهذا الخامس. وهذا السادس. تمام كده. تلف وتطلع بره. وترجع بوشها.
السؤال قدام مش مشكلة. دلوقتي احنا خدنا اتعلمت ازاي تشغل المساحات والانوار وتكشف على كل الانوار، الاشارة اليمين والشمال والصوت والضوء العالي والضوء الواطي والرجوع لورا وضوء الفرامل. ف اتعلمت شغلهم ازاي. النهاردة بنركز على الثقة بالنفس، لما تعدي فين بين العوائق تعدي بينها ازاي. كل واحدة من العوائق دي بتعتبر اي عربية، مبنى، بشر، بتسوق جوه المدينة. المرة دي هتكون اسهل شوية الرجوع لورا. لسه في الرجوع لورا هي متصورة ان العربية هتمشي لوحدها، يعني العربية ما بتمشيش، تروحش في اي مكان، اللي بيسوقها هو اللي بيوديها. وقفت هنا هتاخد نظر الاستعداد وترجع من هنا لورا. دي هتكون احسن كتير. دلوقتي اللي عملته ده اسمه اوفر شوت. اوفر شوت ان هي عوجة بتاعه الجامد الدركسيون هتخبطني هنا. لسه طبعا الرجوع لورا فيه مشكلة. هتخبط فين؟ هتخبط فين؟ هتخبط في الرصيف. مش حاسبها تخبط في الرصيف. قدرت نفسها. مش عايز اتكلم انا. مش عايز اتكلم. ماشي. عملتها صح. بس لسه. ستوب 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 ستوب. قدرت الدركسيون. اوف يعني. حطيها على بارك، افتح الشباك، حطيها على بارك واطلعي بره. دلوقتي الرجوع لورا عندك اوفر شوت. اوفر شوت يعني معناها بتبلغي في اللف وتقعدي تبلغي. الرجوع لورا مش كل الناس عندها مشكلة دي. بصي لو انا سبتك وقعدت ماشية العجلة دي هتبقى خابطة هنا اهو، خلي بالك. فده اللي دي فاكرة لما قلت لك ليف ان اوت دريمر 4. اول حاجة ايم هاي، جيت ذا بيج بيكشر، كيب يور ايز موفينج، ليف ان اوت اند ميك شور ذي سي يو. اف يو ليف ان اوت مينز يو هاف تو ستي اواي فروم ذا كيرب سو يو دونت هيت ات. اف يو هيت ات تو رابشر ذا ويل. ماشي. اديها بقى اديها العجلة وهتطلعك في خط مستقيم بالراحة، كل حاجة بالراحة. اعدلي العجلة اعدلي العجلة تمام. الرجوع لورا هو المشكلة، هو بياخد وقت. اعدلي بقى اعدلي. العكس العكس
اعدلي العكس بالظبط كده ماشي. ازاي هتتهيأ ازاي؟ انت عايز تبص، انت بتفكر لورا بس ما بتبصش لورا. هي لسه ما جاش في دماغها حكاية انها لازم تبص برقبتها. دي نمرة خمسة. أول كون، تاني كون، وتالت كون، ورابع كون، وخامس كون، والأخير. وهتطلع بره. المشكلة انك يكون واحد مبتدأ بيبقى واثق من نفسه، او مش عارف ان الحادثة لما تحصل بتحصل حادثة، بتحصل انك بتغلط. لما يكون واحد مبتدأ ما يعرفش ان الغلطة معناها حادثة. اللي بيكون سايق مدة طويلة بيكون عامل حوادث كتير قبل كده وعارف انه ما يغلطش. انت مش عايز تعمل حادثة عشان تتعلم ازاي ما تعملش حادثة. المشكلة هتبقى خسائر كبيرة. فدلوقتي كل تركيزنا على البطء. هي بتركز على الخمس حاجات اللي هي تنظر للأمام لفوق، وتتعرف على المشهد العام، وتحرك عينيها باستمرار، وتسيب مكان للهروب، وتتصل وتخلي الناس يشوفوها وتشوف الناس. الكوميونيكيشن الانجليزي بنقول ايه؟ هاي get the big picture, keep your eyes moving, leave and out, make sure they see you. الخمس حاجات دول دلوقتي هي تقريبا يعني حافظتهم كلهم. بس ازاي بقى تطبقهم؟ بتبدأ دلوقتي تتعلم ان كل واحدة من دول، من الخمس مبادئ دول، لها تطبيقات. لما كانت هتخبط في الرصيف لانها قربت قوي من الرصيف، ستوب عليها، ستوب. دلوقتي رجوع لورا اتحسن شوية، يعني نمرة اتنين احسن من نمرة واحد. دلوقتي انت عندك الاوفر شوت، يعني بتاع وجه جامد يمين يمين، وبعدين بتاع شمال شمال شمال، وبعدين يمين يمين. فدلوقتي هتبعد عن كل حاجة. لو ما لفتيش برقبتك هتلاقي نفسك انت بتفكري بطريقة وبتبص بطريقة، فانت مش عارفة لسه اليمين نروح فين والشمال تروح فين، لان انت مسوق بالمؤخرة دلوقتي معايا. فرقبتك لازم تطلع بره وتبقى عامله كده اهو كويس. لما انت عايزه المؤخره تروح يمين بتلف يمين، وعايزها تروح شمال بتلف شمال، والبطء هيساعدك تعبريها. دي نمره ثلاثه هتكون احسن من الاثنين التانيين. دلوقتي هترجع لورا دي نمرة ثلاثة في الرجوع لورا، لسه الأوفر شوتنج. عدل. ما لو بتبطئ شوية هتبقى ماشي كده أحسن، على الأقل بعدت عن الرصيف. لا دي كده أحسن جامد أوي. خمنت حلت اللغز،
حله اللغز، اللغز ده هي بتصوب المؤخره، ادي احسن كتير. دلوقتي حله اللغز بعدت عن الرصيف وبعدت ومن غير رعشه جامده يعني كده ماشي، حسيتها. عدل الدركسيون يعني الناحية التانية على اليمين، ايوه كده على اليمين، على اليمين، ايوه على اليمين اكتر، بالراحة بالراحة. يعني احسن لسه التصور، التصور مشكله في رجوع الورق. المهم ما تخبطش في العمود، بالراحه بالراحه. براح براح براح. دي نمرت سبعة. المشكلة هنا لو سقطها في نفسها زادت قوي هتعمل مشاكل. دلوقتي هي ماشية بسرعة، اه متمكنة، اه متمكنة دلوقتي هي من الأمامي، الأمامي كله كويس زي العفريتة دلوقتي اهي، الأمامي كويس مفيش مشكلة تمام، متمكنت دلوقتي ما بعدتش خالص عن ال عن الكونز، يعني كل الامامي معقول خالص، عينها على الكون بتلف حواليه، بتسيب ده بتروح اللي بعديه، بتلف بتسيب ده بتروح اللي بعديه، واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال. فدلوقتي بتتكلم في نفسها في الكونز، في السواقة الامامية. هنا جنب المطار، فكل شوية في طيارة بتنزل على المطار. تمام كده، دي رجوع لورا ودي مش هتكلم انا فيها، مش هتكلم فيها خالص انا، اشوفها هتقدر ترجع في خط مستقيم من هنا ولا لا. كله تمام، احسن كتير دي، حاضر احسن اكتر. فيها بلغت شويه،
بلغت في الدوران معلش، والرجوع لورا في كل حاجه مبالغه، لان لا بترجع لورا الانسان بيبص كده بلغت اوكي كده زي ما انت شايف ان مفيش استمرار في الفكر، بين الفكر وبين الاداء الحركي بتاخد وقت عشان تفكر بس كده احسن. رجعت كده، رجعت رجوع معقول جدا، رجعت وقربت بالعمود دي نمره 4. بس الرابعة فيها تحسن جامد، عرفت ترجعها في خط مستقيم، لسه في تقطع بين التفكير والحركة، وانت ماشي لقدام الفكر، فكرك وحركتك كله في انسياب، في انسياب ماشي كمان الامامي كله في انسياب، واخد بالك؟ الرجوع لورا بتفكر بعدين تقوم واقفة وتفكر، لانك بتعمل لي اوفر شوت، يا اما بتلف الدركشون جامد وبعدين بتنسي انك لازم ترجعيه تاني. فبس نمرة 4 أحسن من 3، أحسن من 1، أحسن من 2، أحسن من 2 من 1، فدي نمرة 5 هتكون أحسن واحدة فيه، دي الأخيرة دي. الامامي كله فيه ثقه بالنفس وفي انسياب في الحركه، الفكر والحركه متفقين مع بعض، فما فيش، ما بتضطرش تقف عشان تفكر، بتفكر وبتمشي وبتنفذ. الرجوع لورا بيبقى فيه مشكله، فيه تقطيع، او بتتحرك وبعدين بتلاقي نفسها غلطت فتضطر تقف وبعدين تفكر وبعدين تتحرك وبعدين تفكر وبعدين تقف وبعدين تتحرك. فالرجوع لورا هو المشكلة، هياخد وقت طبعا، إلى نادي لما تقول لها مثلا حركي رقبتك وحركي راسك، اللي ما بيسوقش سيارة ما يعرفش إن دي أهم حاجة، إن راسك لازم تتحرك لقدام وجنب، من جنب لجنب لقدام وورا، وتلف رقبتك علشان تقدر تربط بين اتجاه الحركة والأداء رجليك وإيديك. الأمامي كل الناس بتمشي لقدام. في انسياب جامد وجمال في الحركة ومفيش مشكلة. دي اخر واحدة نمرة 5. هنا لازم ترجع ورا عند العمود بالظبط، هتيجي تلف وتقف دلوقتي، هي تقريبا مكنت من الفكرة، فكرة ان ازاي ترجع لورا، لازم تبص لورا، هي مش باصة ورا خالص. كده هي خططت خطة احسن، خططت عشان ظبطت نفسها من البداية، بس انحرفت كده، في وقفت هنا هتقف كده بتبالغ، انحرفت أكتر، مفيش داعي خالص، اللفة جامدة، هتضطر تقف تاني وتعدل نفسها، عدلت نفسها، بس مع التدريب هتقدر تجيب لأن في مساحة كبيرة كمان، وما تخبطليش في العمود. أقفي 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 وفي ماشي، وقفت وطبط خبطت، لا ما خبطتش.
فينا الكذا اللي بنعملها ايه؟ نروح نشغل العربية صح؟ بعدين بتستخدمي بتبص في المراية وبتبص وراك بعينيكي على الحيطة اللي ورا، شايف الحيطة اللي ورا؟ بص على ده، خلي راسك كده بص على الحيطة دي، شايف الحيطة اللي ورا؟ بص عليها، خلي حط عينيك عليها، هنحط بصي حد إشارة يمين، مش دي مش الإشارة أنا غلطت، دي بتاعت ال حد إشارة يمين ماشي؟ هل شايف حاجة في الحيطة؟ بصي كويس كده في الحيطة، شايف حاجة؟ طيب هدي إشارة شمال، شايف حاجة؟ طيب عشان أنا شايف أهو، بصي لو بصيت لو حققتي في الحيطة هتلاقي الحيطة بتنور وبتطفي، النور الشمس قوي بس بالليل هتبقى أكتر، فأنت بتستغلي الحيطة اللي ورا دي عشان ما تطلعيش من العربية وتشوفي على النور بتاعك بيشتغل ولا لا. معايا؟ هنتك على الفرامل تاني كده، بصي كده باين، بصي بصي على المراية، بصي بصي بص. شايفة؟ شايفة ايه؟ شايف ايه؟ بص على الحيطة، بص ايه اللي شايفاه؟ بص على الحيطة تاني، انا بدوس على الفرامل اللي عليها، انت رايحة فين؟ انا الحيطة اللي بتبص عليها؟ لا تعالي على، ما انت ممكن تبص كده، تعالي على الحيطة، قربي راسك من المراية، بصي موازي العربية، شايفاه؟ شايفة النور الأحمر؟ ها؟ سامعا؟ طب حققي تاني، انا شايف النور الاحمر لما ادوس على الفرامل، شايف ان في نور احمر؟ ممكن مش باين عندي. طب انا عيني شايفاه، عيني شايفاه وشايف وشايفه عندي كده، يبقى انت بتبص في حته غلط، بص يعني هاتي راسك على راسي كده، على خط راسي، قربت شوية قربت، بس بخليك واقفة كده، شفتيه؟ شفتيه راجل؟ طيب كده بتستغلي الايه؟ الحيطة عشان تعرفي ان النور الخلفي شغال، واخد بالك؟ وبعدين عايز اعرف ان النور الامامي شغال، هعمل ايه؟ بصي شايفة؟ شايفة العربية اللي قدامك؟ النور بتاعك شغال ولا لا؟ شغال، كده عرفتي النور الامامي شغال، معايا؟ عايزة تعرفي ان ده النور العالي شغال، تدوري ده ودوري ده وتطفيه تاني، شايفة؟ بصي تاني، بصي العربية اللي قدامك هتستخدميها كمراية، ماشي؟ بصي نورت كده؟ نورت؟ نورت صح؟ فكده انت عرفت ان ايه اختبار